الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، طلابنا وطالباتنا، طلاب الشهادة السودانية، مرحب بكم في المراجعات الختامية لمادة الحاسوب. فقبل ما أبدأ في الشغل بحب يعني أنبه في الامتحان بصورة عامة. طبعا مادة الحاسوب بتتكون من 5 أبواب، والـ5 أبواب دي أي باب فيه 20 درجة. التقسيم بتاع الـ5 مواد في الامتحان على 6 أسئلة. غالبا السؤال الأول بيكون سؤال من كل الأجزاء بتاعت الأبواب الـ5، وبيكون أسئلة مباشرة وبسيطة. يعني أمثلة، بيجي السؤال الأول مثلا: هناك طريقتان لتوصيل الدائرة المنطقية، أذكرها. عندي توصيل على التوالي وتوصيل على التوازي، دي الطريقتين اللي بنوصل بها الدائرة المنطقية. ثاني بيكون عندي سؤال: أوجد جدول الصواب لصمام اكس اور. صمام اكس اور عندي طبعا مجموعة من الجداول، جدول اور واند ونور، لكن يعني كأمثلة من يعني كمثال معقد شوية كده، صمام اكس اور فيه ميم واحد ميم اثنين. بالصورة دي المفاتيح المتشابهة بتديني مفتاح مغلق، والمفاتيح المختلفة بتديني توصيل مفتوح. ثاني بيكون سؤال ثاني يعني بسيط أيضا: وقت عمليات الأس هو أضعاف وقت الضرب. لماذا؟ لأنه عملية الأس هي عملية ضرب مكررة. وفي سؤال قريب له ومرادف له يقول لك: وقت عملية الضرب أضعاف عملية الجمع. ليه؟ برضو لأنه عملية الضرب عبارة عن عملية جمع مكررة. وبيجي سؤال ثاني: أذكر 2 من البرامج التي تستخدم في قواعد البيانات. في برامج كثيرة جدا بتستخدم في قواعد البيانات، منها برنامج أوريكل، SQL، أكسس، دي مجموعة من البرامج اللي بتستخدم في قواعد البيانات. ده أمثلة بسيطة يعني نوعية الأسئلة اللي بترد في السؤال الأول. بعد ذاك بيجي السؤال الثاني، والسؤال الثاني ده بيكون خاص أو بيتعلق فقط بالباب الأول، الباب الأول اللي هو الدوائر المنطقية. السؤال ده بيكون كيف؟ يعني ركزت فيه على الأسئلة شوية ممكن تكون معقدة. بيقول لك: أدرس الدائرة التالية ثم أجب على الأسئلة. الدائرة بتكون بالصورة دي، مثلا عندي دائرة موصلة توصيل توالي وتوصيل توازي، عندي مفاتيح ميم واحد ميم اثنين داش موصلات على التوازي، معاهم ميم اثنين موصل على التوالي، وبعد ذاك تاني ميم واحد ميم اثنين ميم ثلاثة داش موصل على التوالي، والمجموعة تحت التوالي دي موصل على المجموعة فوق على التوازي. طيب بديك دائرة زي دي، بيقول لك عبر عن الدائرة دي: جيت المكافئ المنطقي والجبري، أو عبر منطقيا وجبريا عن الدائرة. ويقول لك مثلا اختصر الدائرة، ويقول لك مثلا عبر عن هذه الدائرة بشكل المصطلح الهندسي. في دائرة واحدة بيجيب لك الأسئلة دي يقول لك عبر عنها. طيب عشان أعبر عن الدائرة دي، أول حاجة عندي مثلا الدائرة زي ما ذكرنا موجود ميم واحد وميم اثنين داش موصل على التوازي، المكافئ المنطقي لها، أو ممكن مرات بعد بدل المكافئ المنطقي يقول لك بالمنطق الجبري، الاثنين تسميات مترادفة لنفس المعنى. عندي بيكون ميم واحد أو ميم اثنين داش، دي اللي هو المجموعة الأولى دي موصلة على التوازي، معاها ميم اثنين موصلة على التوالي، يعني المجموعة الأولى دي موصلة مع المفتاح ميم اثنين على التوالي، والمجموعة الفوق دي كلها موصلة على التوازي مع ميم واحد ميم اثنين ميم ثلاثة داش. ده التعبير المنطقي أو التعبير بالجبر بالمنطق الجبري. أما المكافئ الجبري أو ممكن أعبر عنها جبريا، بس هقلب علامة أو بزايد وعلامة و بقلبها بعلامة في، ده بكون التعبير الجبري أو الرياضي للدائرة المنطقية. بمشي لاختصار الدائرة المنطقية، نفسي الدائرة الجبال عشان اختصرها. يعني شوف هنختصرها كيف. عندي هنا ميم واحد وميم أو ميم اثنين داش موصلة مع ميم واحد، هقوم أعبر عنها بالصورة دي ميم واحد وميم اثنين. يعني كده وزعت ميم اثنين على ميم واحد، أو هنا هتكون ميم اثنين داش أو ميم وميم اثنين. ده كده بالنسبة للمجموعة الأولى، لسه ما جينا للمجموعة الثانية دي. معروف في قوانين الدوائر المنطقية عندي المفتاح وعكسه لما يكون موصلات على التوالي الناتج بيكون صفر. مفتاح وعكسه على التوالي صفر، ومفتاح وعكسه على التوازي الناتج بيكون واحد. يبقى دي بقى صفر، هيكون عندي ميم واحد وميم اثنين
ده بالنسبة لي التبقى من القوس الأول، أو هيكون هنا ميم واحد كما هي، ميم اثنين، ميم ثلاثة داش، ده بالنسبة لي القوس الثاني. الخطوة اللي بعدها هقوم أوزع، ممكن أوزع الثلاثة مفاتيح على المفتاحين، أو أوزع المفتاحين على الثلاثة مفاتيح. من الأفضل أوزع الثلاثة مفاتيح على المفتاحين عشان الموضوع يبقى أفضل والاختصار يكون أكبر. بتبقى ميم واحد يا هندي هنا، هأوزع عليها دي كلها بالعلامة بتاعتها، هتبقى أو ميم واحد، ميم اثنين، ميم ثلاثة داش. أجي المفتاح ميم اثنين بعلامته، وميم اثنين هيكون أو ميم واحد، ميم اثنين، ميم ثلاثة داش. طيب كده وزعت الغوص الكبير ده على الغوص الصغير. برضو عندي من قوانين الدوائر المنطقية، إذا كان عندي مفتاح ميم واحد موصل على التوازي مع مجموعة بتاعة المفاتيح من ضمنها المفتاح ميم واحد ده، الحاكم حيكون منه ميم واحد، هنا حيكون الحاكم ميم واحد. ونفس القانون هنا، عندي ميم اثنين برا الغوص، وفي داخل القوس مفتاح بيشبهه برضو ميم اثنين، والمفتاح البر الغوص موصل على التوازي وجوه على التوالي، حيكون الحاكم هو المفتاح البرة ميم اثنين، ويبقى اختصار الدائرة المنطقية هو ميم واحد وميم اثنين، ده اختصار الدائرة المنطقية. طيب بنمشي للخطوة البعدها اللي هو الحاجة الثالثة اللي كان طالبة مننا، عبر بشكل المصطلح الهندسي. شكل المصطلح الهندسي للدائرة، عندي الدائرة يا هندي عشان تكون لي واضحة، نفس الدائرة الجبال. أول حاجة بعملها في شكل المصطلح الهندسي بطلع المفاتيح بتاعتي الأساسية الثلاثة اللي هي ميم واحد، ميم اثنين، ميم ثلاثة. بعد ذاك أشوف عندي ميم واحد ومعاها ميم اثنين داش موصلة على التوازي، اللي هي ميم واحد، ميم اثنين داش موصلة على التوازي اللي هو أور. بعدها حيكون عندي المجموعة الأولى اللي هي ميم واحد وميم اثنين داش موصلة على التوالي مع ميم اثنين، اللي هو المجموعة دي بتاعت التوازي دي موصلة ميم مع ميم اثنين. وبعدها حيكون عندي الثلاثة مفاتيح ديل اللي هو ميم واحد، ميم اثنين، ميم ثلاثة داش، ميم واحد، ميم اثنين، ميم ثلاثة داش موصلات على التوالي. وبعد ذاك المجموعة الأولى اللي هي يا هندي هنا معها المجموعة الثانية هنا حتكون موصلة على التوازي، حتكون موصلة على التوازي، وكده شكل المصطلح الهندسي بتاع الدائرة بتاعنا اكتمل. طيب ده الجزء الأول من الباب الأول اللي هو بيتكلم عن الدوائر المنطقية. بعد ذلك عندنا الجزء الثاني بيتكلم عن نظام العد الثنائي. نظام العد الثنائي كل الحاجات اللي فيه يقول لك مثلا يعني حول، يديك عدد عشري يقول لك حول إلى ثنائي، أو ممكن يكون كسر عشري يقول لك حول إلى كسر ثنائي، أو العكس عدد ثنائي تحول إلى عشري، أو كسر ثنائي تحول إلى كسر عشري. يقول لك مثلا حول الآتي إلى عشري، ده عدد ثنائي فيه واحد 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 يعني ثنائيا، بوين أو فاصلة صفر واحد ثنائيا. عشان أعبر عنه أو أعبر عنه يعني أحوله من عشري، من ثنائي إلى عشري، حاضرة بأمثلة مفاتيح التوازي واحد واحد واحد، حاضرة في اثنين متدرجة من الصفر لحد العدد الأعداد. يعني هسي نعدين ثلاثة هيكون أس صفر أس واحد أس اثنين، هتبقى واحد في اثنين أس صفر زائد واحد في اثنين أس واحد زائد واحد في اثنين أس اثنين. طيب بعد ده همشي الخطوة اللي بعدها، حافك الأسس دي هتبقى واحد في اثنين أس صفر، أي عدد أس صفر طبعا بواحد، زائد واحد في اثنين أس واحد باثنين، زائد واحد في اثنين أس اثنين بأربعة. وبعد ذاك أجي واحد في واحد بواحد، زائد واحد في اثنين باثنين، زائد واحد في أربعة بأربعة، الناتج بيكون سبعة. طيب ده بالنسبة للجزء الصحيح. أجل الجزء العشري بشتغله براو، يعني ما بمسك الصحيح والعشري كلهم بيشتغلهم مع بعض، دي من الأخطاء الشائعة، كثير من الطلاب يقوموا بيشتغلون كلهم بصورة واحدة. لا، أنا هشتغل الجزء الصحيح براو والجزء العشري براو. طيب الجزء العشري بيقول لي شنو؟ بوين واحد، بوين صفر واحد. طيب ببدأ من الفاصلة العشرية وأنا مبتعد منها بقسم على اثنين بأس متدرج، يعني بقسم الصفر على اثنين، وبقسم الواحد على 2 أس 2، بقسم العدد لو في عدد بعده 2 أس 3، وهكذا. يعني بقسم على 2 بأس متدرج ومتزايد. هنا حقسم الصفر على 2، الصفر الأول ده بقسمه على 2، زائد الواحد ده على 4، وهكذا. كل ما ابتعدت من الفاصلة العشرية بقسم على 2 بأس أكبر، هتبقى صفر على 2 انتهت، زائد ربع هتبقى ربع، يبقى العدد بتاع النهاية حيكون 1 واحد واحد، ده الناتج بتاعه سبعة، وبوين صفر واحد عبارة عن ربع، والربع هو 25. ده بالنسبة لي التحويل من كسر عشري إلى كسر ثنائي. ده نعمل العكس، أحول الكسر العشري ده إلى كسر ثنائي. هناك قبل كنت بقسم على اثنين، يعني في الكسر
الثنائي الكسري عشري كنت بقسم على اثنين بقسم متدرج، هنا حاعمل العكس حاضرب في اثنين، هنا كان قسمة وهنا حاعمل حاضرب في اثنين. طيب الكسري ده حضربه في اثنين، هتبقى اثنين في خمسة بعشرة صفر معنى الواحد، اي صفر اقصى يمين الفاصل عشرية ما عنده معنى اكتبه ولا لا. اثنين في سبعة باربعتاشر واحد، هناك خمستاشر خمسة معنى الواحد. اثنين في تمانية بستاشر واحد، سبعتاشر سبعة معنى الواحد. اثنين في ستة باتناشر واحد، تلتاشر 13 هكتبها زي ما هي، لكن الواحد بيمشي بالجزء الصحيح، وده اللي انا عايزه معاي في المساله بتاعتي اشتغل بالجزء الصحيح. ثاني الناتج برضه هقوم اضربه في 2، الناتج يوم ده 3.75 من 1000 هضربه في 2. طبعا الجزء الصحيح ده طلعته بره لانه ده العدد العشري اللي انا عايزه واحد عمل معاه. هتبقى معي برضه هضرب في 2 بنفس الطريقه، الناتج هيجيني فاصله 25 من 100. برضه ثاني بعد ده همشي اضرب الناتج برضو في 2 اللي هو 75 من 100 هضربها في 2 هتجيني برضو 1.5 من 10، 1.5 من 10 هطلع الفاصلة الواحد الصحيح، هطلع بعيدة اللي أنا محتاج له. والجزء الباقي تاني برضو هضربه في 2، هتبقى 2 في 0.5 بيساوي لي 1 صحيح. طالما الجزء العشري بقى صفر معناها المسألة انتهت معي لحد هنا، والناتج بتاعي طلع 1.0.1.1، والشكل النهائي حيكون بالصورة دي، فاصلة عشرية واحد، يعني الواحد الأول حيكون هنا، يعني من أعلى لأسفل حامشي من الفاصلة العشرية وأنا مبتعد منها برص الأعداد، لأنه برضو واحدة من الأخطاء الشائعة الواحد بعد ما يجيب الناتج بالصورة دي يقوم يبدأ من اليمين للشمال، والواقع المفترض أبدأ من الشمال وأنا مبتعد من الفاصلة العشرية. ده كيف يعني أعبر عن العدد أو أحول العدد من كسري عشري إلى كسري ثنائي. طيب بعده بمشي للباب الثاني، فيه ترميز الأعداد الرقمية، ترميز الأعداد الرقمية فيه شغل شوية. بيقول لك مثلا أجمع العددين 13 مع سالب 9 مستخدما الخوارزميات الثلاثة، وده خاص ب الباب الثاني، واحدة من المسائل اللي بتريد كثير جدا في الامتحان. أول حاجة بعملها بحول الأعداد من أعداد عشرية إلى أعداد ثنائية. يبدأ 13 لما أحولها بتبقى لي 1.0.1.1. الأصفار دي البقية دي بس لأنه التمثيل بيتم على الذاكرة، وبالضرورة الذاكرة يعني أقل سعة لها حتكون 1 بايت، والبايت عبارة عن 8 بت، فدي 8 بتات عشان تتم تمثيلها في ذاكرة بأقل سعة ممكنة. والتسعة لما أحولها هتبقى 1.0.0.1 والباقي أصفر. طيب لترميز الأعداد الرقمية عندي ثلاثة خوارزميات للترميز. الخوارزمية الأولى بيسموها خوارزمية علامة القيمة. خوارزمية علامة القيمة دي بتشتغل كيف؟ خوارزمية علامة القيمة بترمز العدد الموجود، طبعا ما عندي معاه مشكلة في الترميز، الترميز دائما بيكون في الأعداد السالبة. فالأعداد السالبة في خوارزمية علامة القيمة بتدي العدد السالب بنفس طريقة العدد الموجب، لكن الثنائية أقصى اليسار دي بتقليبها واحد، بدل كانت صفر بتقليبها واحد. يبقى هنا حيكون العدد بتاعي الأول 13 بالموجب، ما عنده أي مشكلة هكتبه كما هو، لكن لما أجل العدد الثاني العدد اللي هو العدد السالب، العدد السالب ده كان 9، التزعة زي ما قلنا بتتحول، بدل كانت 1.0.0.1 وأربع أصفار هتبقى 1.0.1 والثنائي اقصى يسار هحولها الى 1. دي طبعا هتبقى دي خوارزميه علامه القيمه، يعني التسعه بالسالب هتبقى 1.0.0.1.1.1 وهنا 1، دي الخوارزميه هتبقى بالصوره دي. الناتج المفترض يكون 4، لكن لما اجي يعني اجمع دي هتبقى 1.1 بصفر معنا الواحد، 1.0 ب 1، هنا 1 هنا 1 1.1 دي كلها اصفار، طبعا هتبقى 0.0.0، العدد الأخير حيكون 1. الناتج المفترض يكون 4، لكن الناتج الحقيقي هنا ما 4. الخوارزمية الثانية في الخوارزميات ترميز الأعداد الرقمية هي خوارزمية علامة الإكمال الأحادي أو الإتمام الأحادي. الخوارزمية دي بتعمل كيف؟ يعني في الخوارزمية دي طبعا العدد الموجب متفقين إنه ما بتم تحويله والتعامل معه، والتعامل دائما بيكون مع العدد السالب. فالعدد السالب في خوارزمية الإكمال الأحادي بقلب الواحد صفر والصفر واحد في الخوارزمية الأساسية، يعني العدد بالموجب التزعة هندي بالموجب كده. عشان أحول التزعة بالسالب في خوارزمية الإكمال الأحادي أي واحد بقلبه صفر وأي صفر بقلبه واحد. طيب أجي للعمليات بتاعت الجمع عشان أجمع العملية بتاعتي، ده العدد الموجب 13 زي ما هو، ما عملنا له أي تعديل أو أي تغيير. أما العدد السالب يا هندا
زي ما جبناه من هناك حولنا فيه الواحد لصفر والصفر لواحد، الناتج في خوارزمية العلامة في خوارزمية الإكمال الإكمال الأحادي أو الإتمام الأحادي هيجمع واحد زائد صفر بواحد وصفر زائد واحد بواحد، واحد زائد واحد صفر ومعنا الواحد، واحد وهو صفر، الواحد داك مع الواحد ده صفر معنا الواحد، واحد صفر برضه معنا الواحد، وهكذا يعني دائما هضرب أو هجمع بيجي معايا الناتج بصفر ومعانا الواحد. فالواحد بفضل ده هقوم بفضل واحد، لاحظنا واحد جمعناه هنجمعه مرة ثانية عشان يجينا الناتج بتاعنا. فأول ما يعني يفضل معي واحد وأجمعه بيجيني واحد زائد واحد بصفر معانا الواحد، واحد واحد بصفر معانا الواحد، والواحد صفر بواحد، والناتج أربعة، وده الناتج الصحيح. يبقى خوارزمية الإكمال الأحادي أو الإتمام الأحادي بتديني الناتج الصحيح، لكن بعد ما أعمل معالجة، والمعالجة هي عملية جمع الواحد مرة أخرى. دي الخوارزمية الثانية. أمشي للخوارزمية الثالثة. في خوارزمية جمع الأعداد الرقمية هي خوارزمية الإكمال الثنائي أو الإتمام الثنائي، نفس التسمية. في خوارزمية الإكمال الثنائي برضو العدد الموجب ما عندي معه أي مشكلة، شغلي كله في العدد السالب. العدد السالب التسعة، التسعة قبالك في خوارزمية الإكمال الأحادي حولنا الصفر واحد والواحد صفر. الآن في الإكمال الثنائي بجمع واحد لخوارزمية الإكمال الأحادي، يعني الإكمال الأحادي، الإكمال الثنائي عبارة عن الإكمال الأحادي زائد واحد، دي كانت إكمال أحادي، لما أضيف لها واحد هتبقى إكمال ثنائي. بعد ذلك أجري عملية الجمع برضو بصورة عادية، 13 عدد ما عندي معه أي مشكلة لأنه موجب. أمشي للعدد السالب، هاخد العدد السالب بتاعي ده بالطريقة اللي هي مثلنا بها العدد السالب قبل، هتبقى بالصورة دي، سالب 9 هتساوي سالب 9 العدد بتاعي ده 1 1 1 0 1 1 1، ده سالب 9 بالإكمال الثنائي. هقوم أجمع جمع عادي، 1 1 0 معانا الواحد، 1 1 0 ومعانا الواحد، 3 وحدات اللي هو الواحد اللي طلعنا به ومعاه الواحد ده والواحد ده، هتبقى واحد ومعانا الواحد، صفر ومعانا الواحد، هتكون صفر ومعانا الواحد، صفر ومعانا الواحد، الواحد اللي فضل ثاني صفر ومعانا الواحد، الواحد اللي فضل ده يهمل. يعني في خوارزمية الإكمال الثنائي أو الإتمام الثنائي يعني هيجيني الناتج صحيح من غير ما يعمل أي معادلة، وصفر صفر واحد دي عبارة عن أربعة، فده الناتج الصحيح من غير ما أعمل أي معادلة. ده بالنسبة لي الخوارزميات تحت الأعداد الأعداد الرقمية. طيب بجي بنتقل للسؤال الثالث. السؤال الثالث ده بيتعلق بالباب الباب الرابع. السؤال الثالث بيتعلق بالباب الثاني عفوا. فالباب ده فيه إذا كان مثلا لام مؤشر العنصر في الصف وكاف مؤشر العنصر في العمود، ما هي معادلة عنوان هذا العنصر في الذاكرة؟ معادلة عنوان هذا العنصر في الذاكرة هتكون لام كاف اللي هو صفوف وأعمدة بيساوي الموقع الأساسي زائد كاف ناقص واحد في طول البعد الأول زائد لام ناقص واحد، يعني العمود ناقص واحد في طول البعد الأول زائد الصف ناقص واحد. طيب بناء على القانون ده بيقول لك إذا كان العنصر 2.5 في المصفوفة أعلاه، المصفوفة الفاتت دي موجود في الموقع 145، أوجد طول البعد الأول إذا علمت أن الموقع الأساسي لهذه المصفوفة 120. طيب العنصر ده 2.5 هيساوي لي عين الموقع الأساسي حسب القاعدة الفوق دي، الموقع الأساسي هنا أداني له الموقع الأساسي قال 120، قال إذا علمت أن الموقع الأساسي 120 يا هون ده كتبناه، زايد غوص كاف ناقص واحد، وكاف هنا بيتمثل لي شنو؟ 5، هتكون 5 ناقص واحد في طول البعد الأول، نفترض طول البعد الأول ده لام، طول البعد الأول ده هو المطلوب ذاته، زايد لام ناقص واحد، ولام هنا عندي حسب المعادلة دي 2، هتكون 2 ناقص واحد هي المعادلة بتاعتي. يلا قال العنصر 2.5 ده بقى في الموقع لام كم؟ 145، يبقى العنصر ده في الموقع 145 هيساوي 120 زايد 5 ناقص واحد بأربعة في لام بأربعة لام زائد 2 ناقص 1 1. طيب من هنا
120 ناقص 120 زائد 1 ب 121 حتبقى 145 ناقص 121 يساوي 4 لام. إذا اللام حتساوي لي كم؟ 145 ناقص 121، 5 ناقص 1 4، 4 ناقص 2 2 على 4 حساوي 6، يبقى حيساوي 6. يبقى قيمة لام أو طول البعد الأول بيساوي 6، يبقى معناها المصوبة بتاعتنا دي البعد الأول بتاعها عبارة عن 6. طيب نمشي برضو في نفس الباب ده، بتيجي الأسئلة بتاعت برنامج الباسكال، ولي أكتب مخرجات أو أوجد مخرجات البرنامج التالي. إذا كان عندي الـ N بيساوي 6 والـ X بيساوي 20، قال ريبيت يعني كرر، N بيساوي N ناقص 2 والـ X بيساوي X ناقص N. كرر الكلام ده البعد ريبيت ده إلى أن أنتل الـ N دي تبقى أكبر من الـ 11، بعد ما الـ N تبقى أكبر من 11 بعد ده أمشي أطبع الـ N وأطبع قيمة الـ X. طيب الشكل ده من البرامج هتعامل معه كيف؟ هاخد القيمة بتاعت X قيمة N، وهنا قيمة بتاعت X. خلاص القيمة الأولية لـ X كانت كم؟ 6، والقيمة الأولية لـ N كانت 20. ريبيت قال كرر، أكرر شنو؟ الـ N القيمة الجديدة للـ N يعني قيمة N الجديدة هتكون عبارة عن قيمة القديمة زائد الـ 2. قيمة القديمة كانت كم؟ 6، زائد 2 بتبقى 8، يبقى قيمة N الجديدة بيقت 8. أما X قيمة الجديدة هتساوي قيمة القديمة، قيمة القديمة كانت كم؟ 20 ناقص N، وN كم؟ 8. 20 ناقص 8 هيساوي 20 ناقص 8 يساوي 12. طيب قال كرر الكلام ده لحد ما الN تبقى أكبر من 11، أسع الN بـ 8، هل 8 أكبر من 11؟ لا، هارجع تاني. قيمة N الجديدة، قيمة الجديدة هتكون قيمة القديمة اللي هي كم؟ 8 زائد 2، يبقى 8 زائد 2 هتبقى 10. أما X قيمتها الجديدة فبتساوي قيمة القديمة اللي هي 12 ناقص قيمة X، وقيمة X كم؟ 10، يبقى 12 ناقص 10 بيساوي 2. قال أكرر لحد ما N تكون أكبر من 11، الآن N ب 10 وال 10 ما أكبر من 11، معناته أنا هرجع أكرر قيمة القيمة الثانية من جديد. قيمة N الجديدة هتساوي قيمة القديمة اللي هي 10 زائد 2، يبقى 10 زائد 2 بيساوي 12. أما قيمة X هتكون قيمة X الجديدة هتساوي قيمة القديمة اللي هي 2 ناقص قيمة N، 2 ناقص 12 هتساوي ناقص 10. كده N قيمتها بقت 12، وهنا قال لي أكرر لحد ما قيمة الN تبقى أكبر من 11 وال 12 أكبر من 11، يبقى من هنا الحلقة هتنتهي على كده. قال لما نكرر الكلام، لما الشرط ده يتحقق بعد ده أطلع من الحلقة وأمشي أنفذ السطر البعادة طوال. السطر البعادة طوال هيقول لي شنو؟ رايت لاين N و X، يعني أطبع قيمة الـ N وأطبع قيمة الـ X. آخر قيمة للـ N والـ X قيمة الـ N بيساوي 12 وقيمة الـ X بيساوي ناقص 10. الكلام ده كله طبعا المطلوب منه الإجابة النهائية، لكن لو ما عملت الخطوات دي ما حقدر أتحصل إلى الإجابة النهائية. يبقى دي الخطوات اللي بحل بها المسائل بتاع شنو؟ الباسكال، وبالذات المخرجات في الحلقات، حلقة فور وحلقة ريبيت وحلقة واي، بتعامل معاها بالصورة دي. طيب همشي لقدام، في أسئلة بتتعلق بمعالجة الحاسوب لأنواع البيانات بيجيني الشكل اللي يقول لي إف الـ A بيساوي أوت 15، أوت معناها قيمة منطقية بتحقق فردية القيمة X، فردية العدد اللي بيجي بعد أوت طوالي. يعني إذا كان العدد بعد الأوت دي عدد فردي الناتج حيكون ترو، وإذا كان عدد زوجي الناتج حيكون فولس. طيب إف A يساوي أوت 15 أن الـ B بيساوي 8 وتكون أقل من الخمسة، إذا كان الكلام ده يتحقق صح يبقى ذن الـ A أنا الـ B، وأنا عارف A في يعني في الشغل المنطقي إذا كان الطرفين يعني ما بتكون حقيقة and ما بتكون حقيقة إلا الطرفين يكونوا حقيقيين، يعني الـ A تكون حقيقة والـ B تكون حقيقة، بالناتج حيكون حقيقة حيكون ترو. لكن أنا بالنسبة لي هنا الطرف الأول A بيساوي أوت 15، ده الكلام ده ترو لأنه 15 عدد فردي، وقلنا الأوت قيمة منطقية بتحقق فردية القيمة اللي بعدها، يبقى دي بتديني قيمة يعني منطقية ترو. لكن البي بيساوي 8 أقل من 5، هل 8 أقل من 5؟ 8 ما أقل من 5، الجزء الثاني ده فولس. يبقى طالما الجزء الأول ترو والثاني فولس والعلاقة بيناتهم
and دي ما بتبقى true إلا الاثنين يكونوا true، يبقى الناتج كله حيكون false. فدي معادلة الحاسوب للبيانات المنطقية لي أو البيانات المنطقية. طيب يعني في نفس الإطار ممكن السؤال تاني أكتب برمجا، مرات بيقول لك أكتب شفرة، مرات أكتب برنامج يوضح كيفية الإعلان عن سجل النتيجة. وسجل النتيجة بيه فيه شنو؟ قال به دريت المادة وقال صب، لأنه البرنامج ممكن أنا أكتب بالعربي وممكن أكتب بالإنجليزي، عشان كده غالبا في الامتحان أو كثير في الامتحان بيجيبوا لك المصطلح بالعربي ويجيبوا لك بالإنجليزي، يعني ما في إشكالية لأنه في ناس بيشتغلوا بالإنجليزي ما في مشكلة، وفي زول ممكن يشتغلها بالعربي. فدريت المادة صب ويمكن أن تحتوي على كسور. بعدك اسم الطالب نيم ياخذ مساحه 80 حرف، وبعدك رقم الطالب نمبر عباره عن عدد صحيح لا يتجاوز 6 خانات، ويمكن او يمكن من التعامل مع 50 طالب كمصفوفه متغيره. ده البرنامج بتاعي او البرمج او الشفره بتاعتنا. طبعا ده سجل، والسجلات بنعلن عنها في جسم في البرنامج او في الجزء تايب. ريزلت بيساوي ريكورد، ريزلت ده الاسم بتاع السجل بتاعنا او بتاع الشفره بتاعتنا. والشكل العام بتاع الاعلان عن سجل بيكون اسم السجل يساوي بعد ذاك ريكورد، بعد ذاك بكتب الحقول ومن هي بانت. هنا كتبنا ريزلت بيساوي ريكورد. الحقل الاول عباره عن صب انتجر، والحقل الثاني نيم عباره عن اري مصفوفه من 1 لحد 80 اوف كاركتر، والحقل الثالث نمبر عباره عن بايت، وانهينا السجل. طيب عشان السجل ده اقدر انفذه في مصفوفه سجلات يعني ل 50 طالب لازم اعلن عنه في فاريبل، والفاريبل ده ستيودنت استيو اختصار لستيودنت، عباره عن اري من 1 لحد 50 ونوع بيانات المصفوفه دي من النوع السجل ريزلت نفس السجل القبل. دي بيسموها مصفوفه السجلات. اذا ما اعلننا عن هذا السجل في هذه المصفوفة ما ممكن أضيف له أي بيانات. طيب ده بالنسبة للمصفوفة. بيجي السؤال الرابع والبتعلق بالباب الثالث. زي ما قلت الأسئلة يعني أي سؤال كامل بتعلق بباب قائم بذاته. يعني السؤال الأول كشكول من كل الأبواب، السؤال الثاني خاص بالباب الأول، السؤال الثالث خاص بالباب الثاني، السؤال الرابع خاص بالباب الثالث. قلنا السؤال الرابع بيتعلق بالباب الثالث، برضو فيه مجموعة من الخوارزميات. مثلا يقول لك تم استخدام خوارزمية التبديل أو عند اسم ثاني يسموه الفقاعة لتبديل 10 مفاتيح غير مرتبة، فحصلنا على 27 مقارنة، فكم يكون عدد الدورات؟ أنا عندي أصلا القانون بتاع عدد المقارنات في خوارزمية الفقاعة. القانون بيقول شنو؟ عدد المقارنات بيساوي نون ناقص واحد في عدد الدورات. أنا بالمثال ده اداني عدد الدورات واداني عدد المفاتيح، يبقى عدد الدورات قال سبعة، عدد المقارنات قال 27 مقارنة، وعدد المفاتيح 10 مفاتيح. هقوم أعوض مباشرة عدد المقارنات 27 بيساوي نون بعشرة اللي هي عدد المفاتيح ناقص واحد في عدد الدورات، وده اللي أنا عايزه عدد الدورات. يبقى عدد الدورات حيساوي 27 على 9 بيساوي 3 دورات. ده بالنسبة لي عدد المقارنات في خوارزمية الفقاعة. عندي عدد المقارنات في خوارزمية الاختيار المباشر، القانون بتاعه عدد المقارنات بيساوي نون في نون ناقص واحد على 2، أو نون على 2 في نون ناقص واحد. دي عدد المقارنات في خوارزمية الفقاعة. عندي برضو من ضمن الحياة المهمة جدا في الباب الثالث في الخوارزميات، خوارزمية التشفير بالتحديد، عندي تشفير هوفمان. يقول لك أدرس النص الثالث، تعلم العلم النافع ثم أجب على الأسئلة التالية. أول سؤال شنو قال؟ أرسم شجرة هوفمان ثم جد التكويت. ما حجم النص ثنائيا حسب تكويت آسكي؟ وما حجم النص ثنائيا حسب تكويت هوفمان؟ وكم عدد الثنائيات التي وفرها هوفمان؟ وما هو تكويت كلمة العلم؟ حمشي طوالي. أول حاجة بعملها لازم أجيب تكرارية الحروف، يعني في النص القدامي ده اللام اتكررت 4 مرات، العين اتكررت 3 مرات، الألف اتكررت 3 مرات، وهكذا. دي تكرارية الحروف، مجموع تكرارية الحروف دي كلها 15، يعني المجموع كله عبارة عن 15 حرف في الخوارزمية دي. طيب حامشي قدام، أول حاجة بعملها عشان أجيب هوفمان أجيب جدول التكرار النسبي. والجدول التكرار النسبي ده عبارة عن التكرارات الأحرف مرتبة إما ترتيب تصاعدي أو ترتيب تنازلي، ترتيب تصاعدي أو تنازلي. يبقى أنا هنا جبت التكرارية، جبت التكرار النسبي للحروف دي الأربعة، قسمت على 15 الجبال وضربت في 100، جاتني النسبة بتاعتها في النص عبارة عن 26%، والعين
تكرارها 20% والالف تكرارها 20% وهكذا. دي التكراريه بتاعت الحروف في النص المحدد ورتبناها ترتيب تنازلي من اعلى الى اسفل. طيب كده من خلال جدول التكرار النسبي ده هقدر ارسم شجريه هوفمان. ده جدول التكرار النسبي بتاعنا. انا طالما رتبت تنازلي من اعلى الى اسفل هقوم اربط اصغر مفتاحين في جدول التكرار النسبي وبعيد تكراريه وبعيد ترتيب الجدول من جديد وتاني بربط أصغر مفتاحين وهكذا لحد ما أكتمل، مع ملاحظة أنه العدد الصغير حيكون باليمين والعدد الكبير حيكون بالشمال. يعني أول حاجة أصغر مفتاحين أنا عندي نون وفاء. أي واحد يتكرر بنسبة 7% 7%، النون بجاي والفاء بجاي، أدوني عنصر جديد اسمه نون فاء يتكرر بنسبة 14%. طيب بعد ده مشي لقدام، النون فاء رتبناها من جديد في الجدول جاتنا 14% في يعني أعلى النون الميم والتاء. تاني في الجدول الجديد هقوم برضو أربط أصغر مفتاحين اللي هو تاء وميم. تاء جاي لأنها 7 خطيتها باليمين وميم 13 خطيتها بالشمال، وأدوني عنصر جديد اسمه تاء ميم يتكرر بنسبة 20%. طيب همشي تاني عشان أشوف الجدول اللي بعده. رتبت التأميم، شوف محلها جبين جاء فوق النون ف، والجدول ده برضو مرتب ترتيب تنازلي، برضو هربط أصغر مفتاحين مع بعض اللي هم نون ف وتأميم. عايز لما نربطهم مع بعض حيدوني حيتربطوا بهي الصورة دي. هنا النون ف 14% وهنا التأميم 20%، دوني عنصر جديد مكون من الاثنين ديل مع بعض بيساوي 34%. وتاني هقوم أعيد الترتيب بتاع الجدول من جديد، حامشي اديني جدول جديد عن 34% طلعت فوق بقت في المقدمة، نون فاء تاء ميم 34%، بعدها لام 26%، بعدها عين. بنفس الطريقة تاني حقوم أربط أصغر مفتاحين في الجدول اللي هما ألف وعين، حربطهم مع بعض حيدوني عنصر جديد ألف في اليمين، لأنه ألف وعين الاثنين طبعا بنفس الدرجة يمين شمال ما حيفرقوا فيهم، ادوني عنصر جديد 40% اللي هو الف عين. طيب بعدها همشي تاني اعيد ترتيب العدد ده تاني من جديد في الجدول اللي بعده. الف عين طلعت فوق في المقدمه لان 40 هي الاكبر، بعدها نون فاء تاء ميم، وبعدها لام. هعمل شنو؟ هربط برضو اصغر مفتاحين من الجدول اللي هو لام ومعاه العنصر اللي بعده لام ونون فاء تاء ميم، ربطتهم مع بعض ادوني العنصر ده لام نون فاء تاء ميم بعنصر اسمه بنسبة بتاعت ربط 60%. وتاني حقوم برضو أعيد ترتيب الجدول ده برضو من جديد، بقت اللام نون فاء تاء ميم 60% ومعها ألف عين 40%، بعد ده حقوم أربط الاثنين ديل مع بعض كده العنصر النص كامل ترتيبه جاء 100%. كده نحن عملنا شجرية هوفمان حسب ما طلبه مننا. بعد ما بجي لجدول التكويد، جدول التكويد لانه برضو طلب مننا جدول التكويد. جدول التكويد بعمله كيفين؟ من الشجريه دي الشجريه الجميله اللي رسمناها ذاتها، من الجذر الرئيسي بمشي على اليمين بعمل واحد، على الشمال بعمل صفر، او ممكن اعمل العكس يمين صفر وشمال واحد، وحيديني الشكل بالصوره دي واحد صفر من الـ من الـ من الفرع ده يمين واحد شمال صفر، من هنا يمين واحد شمال صفر، وهكذا لحد ما اكمل الشجريه بتاعت هوف مان، يعني أكمل التكويد بتاعه من العنصر لحد الجذر الرئيسي من تحت لأسفل. في الجدول ده برتبها كيفين؟ من اليمين للشمال. يعني مثلا اللام وهنا يا هندي اللام من تحت لفوق واحد صفر، هتبقى هنا واحد صفر. العين وهنا مثلا العين يا هندي هتكون صفر واحد، يعني من العنصر وأنا ماشي لحد ما أصل النص النهائي، وفي الجدول من اليمين للشمال لحد ما أكمل التكويدات بتاعتي كلها زي ما واضح قدامنا هنا ده. طيب كده ده التكويد. بعد أجل بقية الأسئلة القارة، ده نفس جدول التكويد الجبالي عملناه. قال تكويد النص حسب أسكي. أسكي طبعا معروف التكويد بتاعه أي حرف بديه 8 ثنائيات، ده في أسكي. عندي التكرارات بتاعتي عبارة عن 15 تكرار في 8، لأنه أي حرف بياخد 8 هتبقى 15 في 8 ب 120 ثنائي. يعني أسكي وزع النص ده كود النص ده في 120 ثنائيه. لكن حسب هوفمان التكويد حيكون شنو؟ اي عنصر في التكويد بتاعه، يعني هنا كان العنصر يعني ثابت 8 ده اسكي، لكن
يعني اسكي، لكن التكويد بتاع هوفمان عنده الحرف اللي يتكرر كثير بديه اقل عدد من الثنائيات، والحرف اللي يتكرر شويه بديه اكثر عدد من الثنائيات. يبقى هنا النص الاول اللي هو 4 ضربها في 2 ثنائيتين، هنا بعدها 3 اتكررت مرتين، بعدها برضو 3 اتكررت مرتين، والاثنين اتكررت 4 مرات، والواحد اتكررت 4 مرات، وهكذا لحد ما تم. يبقى تكويد هوفمان عباره عن 40 ثنائيه، يعني اسكي 120 ثنائيه وهوفمان 40 ثنائيه، يبقى عدد الثنائيات التي وفرها هوفمان 120 ناقص 40 بيساوي 80 ثنائيه. اما متوسط حجم شجره هوفمان فحسابه بيختلف شويه، عباره عن التكرار النسبي في التكويد. التكرار النسبي يعني مثلا اللام اتكررت 26%، معناها 26 على 100، معناها 26 من 100 في 2 ثنائيتين. بعدها العين اتكررت 20%، معناها 20 على 100، معناها 20 من 100 في 2، وهكذا لحد ما نكمل كل الحروف بتاعتنا بضربها في التكويد. يعني التكرار النسبي في التكويد لكل الحروف بتاعت هوفمان. طيب كده هجيب متوسط حجم شجرية هوفمان، هيساوي 2.26 من 100 ثنائية على الكلمة، ده متوسط حجم شجرية هوفمان. يلا جا قال لي كود كلمة العلم، أو ما هو تكويد كلمة العلم. العلم فيها الألف، التكويد بتاعها حسب الجدول هناك، التكويد بتاعها 1-1 حسب الجدول من هناك، 1-1. أما اللام التكويد بتاعها شنو حسب الجدول هناك برضو؟ 1-0 أول عنصر اللام، 1-0. أما العين التكويد بتاعها 0-1، واللام الثانية برضو 1-1-0، دي العين اللام الثانية. والميم التكويد بتاعها 4 أصفار، يعني أي حرف من جدول التكويد بتاع هوفمان أديناها التمثيل بتاع المقابل لها في جدول التكويد، يبقى الصورة دي تكويد هوفمان الكامل، حيكون تكويد كلمة العلم حتكون بالصورة دي، يعني ده الشفراء بتاعة هوفمان لكلمة العلم. طيب حنمشي بعد السؤال الخامس، والسؤال الخامس ده بيتعلق بالباب الرابع، باب نظم التشغيل، وده باب حفظ لكن فيه جزء شويه داير شغل. مثلا يقول لك اذا كانت الدليل الحالي كمبيوتر به ملفان فايل 1 ويحتوي على البيانات كسلة، وفايل 2 يحتوي على البيانات عمر واحمد، اوجد الاتي ده شنو. اول حاجه قال انسخ الملف فايل 1 في ملف جديد باسم فايل 4، والنسخ بالامر cp، ده طبعا في اللينكس واليونكس، اما في الدوز امر النسخ بكوبي. بعد ذاك ثاني قال لي شنو، استعرض محتويات الملف فايل 2، فايل 2 بستعرضها بكات فايل 2 او في امر ثاني اسمه مور فايل 2، وفي الدوز بستعرض المحتوى بالامر تايب. الامر اللي بعده قال قم بتغيير اسم الملف فايل 1 الى فايل 2. التغيير ممكن برينيه وممكن بموف. موف معناها يعني يحل محل الملف، يعني زي كأنه غير اسمه، او ممكن بيرينيم. موف فايل 1 فايل 3 معناها كده غير الملف اللي اسمه فايل 1 بملف جديد اسمه فايل 3، ده التغيير بتاع يعني عملنا تبديل للملف فايل 1 بفايل 3. طيب الامر اللي بعده قال اعكس محتويات الملف فايل 3، وفايل 3 بعكسها بالامر ريف، وريف اختصار لريفيرس، ريفيرس معناها اعكس او جيب المعكوس. طيب ده بالنسبه لي الاوامر بتاعت نظم التشغيل، زي ما قلنا يعني ده سيناريوهات، والسيناريوهات قاعده تجيب اشكال متنوعه، يعني مرات ممكن يجيب الشغل الاساسي فوق ويديني معطيات، يقول لي بافتراض اننا عملنا مثلا نسخنا ملف في ملف، مسحنا ملف، سوينا كده، بعد ذاك ما هي مخرجات الأوامر الآتية؟ مرات بيجيب لك مخرجات، هسي هنا داير الأوامر، فكل الموضوع ده بيدور في شنو؟ حفظ الأوامر، يعني زول إذا كان حافظ الأوامر بصورة كويسة ما بكون عنده أي إشكالية بأي شكل جاء الأمر ممكن ينفذه. وبرضه هنا في ملاحظة، نظام التشغيل بيكون شغال شنو؟ يعني ممكن يكون شغال لينكس أو يونكس أو نظام التشغيل دوز، يعني هسي الأوامر دي احنا قلناها بنظام التشغيل يونكس، ويونكس هي نفس الأوامر بتاعت اللينكس، ما في اختلاف بينات كبير، لكن الاختلاف شوية حيكون في أوامر الدوز. طيب حنمشي بعدها للسؤال السادس، وده السؤال الأخير، الباب الأخير ده يعني برضو باب حفظ وباب نظري،
برضو فيه بعض الحاجات اللي بتكون محتاجة لشغل عملي شوية. في علاقة بتربط ما بين الكينونات مع بعضها البعض، والعلاقة دي ممكن في الامتحان يجي سؤال مختلف يعني من العلاقات أو الكينونات الموجودة في الكتاب عندنا، يجيب لنا كينونات تاني خارجية لكن برضو الأمر بيتشابه مع بعض. يعني مثلا عندي كينونة المعلم على الكينونات الأخرى، يعني مثلا المعلم مع الشعبة، أي معلم بيتبع لشعبة معينة لأنه بالضرورة الشعب المعلم يكونوا موزعين على شعب، وعلاقة المعلم مع النتيجة، أي معلم بيستخرج نتيجة خصوصا إذا كان يعني مشرف فصل، والمعلم علاقته مع سنة دراسية بيدرس منهجه خلال سنة دراسية محددة، والمعلم علاقته مع كينونة المنهج إنه أي معلم بينفذ منهج معين حسب المادة بتاعته، وعلاقة المعلم مع الجدول الدراسي إنه أي معلم بيدرس الحصص بتاعته من خلال جدول دراسي يعني ما بصورة عشوائية ساكت، وعلاقة المعلم بالفصل، أي معلم بيدرس في فصل معين يعني فصل مادي شكل المهم مجموعة بتاع طلاب لازم يكون في فصل بيدرس فيه المعلم. فده نموذج ومثال لعلاقة أي كينونة مع الكينونات الأخرى، بس المطلوب مني أنا أعرف العلاقة اللي بتربط بين الكينونة دي والكينونة دي، وبيكون الموضوع بالصورة دي انتهينا من مقرر مادة الحاسوب، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.